السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المهم في هذا الفيديو هذا نتكلم على واحد الإضافة ديال جوجل كروم، واللي هي موجهة بالخصوص للإيباي. الهدف من هذه الإضافة هذه أنها كترتب لك المنتجات اللي تباعت بالترتيب، يعني بحال أنا كنقلب على شي منتج وبتشوف المنافسين ولا شي حاجة بحال هكا في إيباي، كتعطيني المنتج على حسب العدد ديال البيع ديالها. المهم هذه هي الإضافة، كليكي هنايا. المهم راح نحط لكم الرابط في الوصف. كنجيو للإيباي، كما كتشاهد أن الإضافة هي خدامة، هي هذه. المنتجات مرتبين على حسب شحال تباع منهم. هنا عندك 700، هنا عندك 638 الى اخره، داكشي مرتب على حسب شحال تباع منه.